ضبطت قوات الدعم السريع بولاية شرق دارفور كمية كبيرة من المخدرات بعد عملية رصد وتتبع للمروجين. وقال قائد قوات الدعم السريع بالولاية إن القوات تعمل على محاربة جميع الظواهر التي تضر بالمواطن من خلال شعارها جاهزية سرعة حسم. ما يترتب على المجتمع أن احنا بنحسمها في أقل وقت، لأنه الشيء ده بيعطل في مشهود ناس كثيرة جدا. نحن دايرين شباب السودان يكون فيها شباب للمستقبل. من جهته ثمن مدير شرطة الولاية مجهودات القوات النظامية في محاربة الظواهر السالبة، وأكد أن القوات النظامية لن تسمح أبدا بمرور المخدرات عبر أراضيها، موجها رسالة شديدة اللهجة لأصحاب الأغراض التي تضر بالمواطن والاقتصاد. أن لجنة أمن الولاية لن تسمح بالعبث بأمن المواطن وأمن الممتلكات العامة مهما كانت الدوافع والمبررات، وإن كان من يقف وراءه ستطال يد القانون. نحن نسمن حقيقة هذا الجهد العمل الكبير اللي قام به أخواننا في الدعم السريع، ويعول عليهم حقيقة كثيرا، لأنهم الآن عندهم الفرق بتغيم وعندهم الفرق بتترصد المعلومات وتحركات هؤلاء بالنسبة لنا يعني. وإن شاء الله يعني نحن برضو حنرسل رسالة تانية المهربين انه المساله بتاعت انه يتخذوا ولايه شرق دارفور عبور، المساله حيكون فيها مخاطره كبيره جدا.